السلام عليكم الاخوان، الناس ديال اللوته، الناس اللي تتقلب على اللوته دائما، مش عشان من طبيعه الحال دائما ما يخليكمش باش مع هذه المائده البيضاء الطويله والعريضه كما تشوفوا. اللهم بارك وزيد في ذلك. هانت الدور عندي لهذا الجهه هو السبستاسي كريم. اللهم بارك. الغوابير باتمنه من طبيعه الحال لا تقاوم بتاتا. اذا بطبيعة الحال تليفونات جديدة مطرقة ناقص من 200 درهم حتى 1000 درهم على السوق. هادو الإخوان تليفونات فيهم شهر الكارونتي ديال المحل، شهر الكارونتي ديال المحل، فيه غرام د المشكل تليفون ديالنا. حنا دوزنا الأوبو ثم دوزنا الشاومي، الآن جا الدور على شركة سامسونج. أول تليفون الإخوان معنا هو أزرو 3 64 جيجا. هذا الإخوان تيتباع ب 1400 درهم، لكن هذه القطعة فقط ب 1200 اللي معنا في هذا الفيديو. هذا 1200 شهر كارونتي ديال المحل، نفس التليفون مطرف. عندنا الادوز، هذا الاخوان ادوز 1450 درهم بالنسبة للنسخة ديال 64 جيجا، فيها لونين، فيها الابيض وفيها الاسود. بالنسبة للامدوز، هذا الامدوز 64 جيجا 1500 درهم. عندنا 128 جيجا دايرة 1600 درهم. ثم الغوابير 22 5 جي. بالنسبة للنسخة ديال 128 جيجا في ستوكاج، هذه الاخوان 2100 درهم. بالنسبه للا 32 هذه الاخوان تنبيعها ب 2400 درهم جديده ديال الشركه. هنا غتاخذها بحالها جديده، شهر ديال الكارونتي ناقص 400 درهم، فقط 2000 درهم بالنسبه للنسخه ديال 128 جيجا. عندنا نفس الهاتف ولكن هذه المره هذه 5 جي ماشي نورمال. هذا الاخوان ما داخلش اصلا اوفيسيال، هذا سامسونج جالاكسي 32 5 جي كما تشوفوا. هو هذا الهاتف ديالنا في عده الوان ب 2100 درهم بالنسبه للنسخه ديال 128 جيجا، راه فيه عده الوان كما تشوفوا، يعني لجميع الاذواق. بالنسبه للغوابير ام 32، السلسله ديال الام غابره في السوق، فيها قطعه في هذه السلسله ديال ام 32، 128 جيجا في ستوكاج 2100 درهم فقط. الهاتف ديال ايام زمان 2019 2020، كان هاتف قوي جدا، كان يتباع بزاف ويتباع مزيان، تليفون جد جبار الاخوان. ال 51 فقط ب 2200، هذا الاخوان في ايام كان 3000 درهم مطرف، 128 جيجا في 16 2200 درهم، تليفون مخير مطرف. نسبة ال 52، ال 52 الاخوان ديال الشركة تيتباع هنا في المحل هنا ب 3150 درهم ولا 3100، هنا غادي تاخذوا ناقص 300 درهم، فقط 2800 بالنسبة للنسخة بطبيعة الحال ديال 128، نفس التليفون شهر الكارونتي ديال المحل، غادي تبقى ولا غتنقص عليك 300 درهم. بالنسبة ال 52 اس 5 جي، ال 52 اس 5 جي بالنسبة للنسخة ديال 128 جيجا في ستوكاج، هذا فقط 2950 درهم. بالنسبة ديال الشركة راه تتباع بأكثر من 3400 باش تتباع. شحال؟ 256. لا هذا تتباع ب 4000. 128 تتباع بشي 3400، هنا غادي تاخذ فقط ب 2950. بالنسبة لسامسونج جالاكسي اس 20 اف او، هاتف جبار الإخوان، فيه مواصفات زوينة، 128 جيجا في ستوكاج، هذا غادي ندير ليه 3200 درهم. دور عندي لهاد الجهه المعلم 6000 ملي امبير في البطاريه، ما عطوش 6000 ولا 7000، يمكن 7000 يمكن. ام 52 5 جي جالاكسي، ام 52 5 جي فقط 3400 درهم. هذا الغوابير شتي هذا وتقلب عليه في المغرب ما تلقاهش، قليل بزاف تقدر تلقى قطعه او قطعتين. هنا كاين هاد جوج قطعتين اللي جا لهم من الاول، بالنسبه ل 128 كما قلنا دايره 3400 درهم. دور عندي لهاد الجي بالنسبه للاواخر ديال سامسونج ا 53 5 جي فقط 3400 درهم. بالنسبه للنسخه ديال 128 جيجا في ستوكاج، 6 جيجا في الرام، الثمن ديالو الاخوان هذا راه شي 4000 درهم تقريبا، والله ما عرفت الفرق كاع. هنا غادي تاخذ فقط 3400 درهم. بالنسبه اس 20 اف او 5 جي، اس 20 اف او 5 جي فيه عده الوان كما تشوفوا، فيه ثلاثه ديال الالوان، 3600 درهم، 3600 درهم بالنسبه للنسخه ديال 128 جيجا في ستوكاج، 128 جيجا في ستوكاج 3600 درهم. ثم بالنسبه للاس 20 بلس 5 جي، اس 20 بلس 5 جي الهاتف العملاق، الهاتف فلاج شيب، 128 جيجا في ستوكاج فقط 5300 درهم. عندنا هنا نوطفه نورمال البين من طبيعه الحال اس 20، 5600 درهم مطرقه، 256 جيجا في ستوكاج. هذا الاخوان 256 جيجا بالاس بي ديالو من طبيعه الحال، نوت فان نورمال 5600 درهم. دور عندي لهاد الجي، راه هذيك الكارتونه هنا. لا جيبها لي هنا، غنمشي غنشوف.
السعر ديال هذا السعر دائما تاعو. واش هذا الشيء اللي كاين هنا؟ انت المعلم اللهم بارك. الشواد ديال الجهاز السعر الكريم اللي ورينا للناس ديالنا العشاق ديال الهواوي تا هما ما نسيناهمش في هذا الفيديو هذا. عندنا البي 14 لايت هذه بوحده، هذه بوحده الاخوان، كاينه النورمال وكاينه 5 جي، كلشي غيدير معنا تليفون يا المعلم. طبيعه الحال هذه 5 جي راه كاينه، بغيتي نورمال حتى هي راه كاينه. اذا هذه 5G وهذه نورمال اخوان. البي 14 لايت هاتف جد جميل، هو هذا البي 14 لايت 5G، فيه 128 جيجا في الستوراج، فيه 6 جيجا في الرام، فقط 1900 درهم. هذا الاخوان يعني ثمن جد مميز، حتى هو فيه شهر ديال الغارونتي ديال المحل مطرق عمرو محدود. بالنسبه للناس اللي بغاو 5G، الناس اللي بغاو انهم يشروا واحد الهاتف ديال المستقبل، يعني ملي تكون 5G في المغرب يكون جاهز تمام، يعني يكون يعني جاهز. بالنسبه للهواوي بي 14 لايت 5G 2200 درهم، 2200 عندنا 6 جيجا في الرام، 128 جيجا في الستوراج، نفس الهاتف لكن الفرق فقط في 5G. اذا 2200 عندنا 1900 درهم. اذا الاخوان اللي بغى شي حاجه، حنا كاينين في اقامه جوهره سيدي مومن، بغى يجي عندنا المحل مرحبا به، بغانا نصيفطوا ليه عيطنا في التليفون راه غنصيفطوا ليه فين ما كان في المغرب. هادشي اللي كاين الاخوان، وتبارك الله عليكم.